وانا اهنيك الحقيقه على حضورك اليوم بشكل جيد في هذه المباراه المفاجئه لك. كان في لقطه مع مخرجنا اثناء التسخين برفقه المدرب هيجيتا، يمكن اللقطه حتكون واضحه، ابغى تفسر لي ليش كان يوريك الايفون اللي معه. تعرف هو اللغه العربيه يعني شوي صعبه على المدربين الاجانب خاصه، اللغه عنده اللغه الاسبانيه، فعنده برنامج في الايفون انه يترجم الكلام، يتكلم في الاسباني ويتكلم للواحد اللي يرد له عربي، وعشان كذا هو يوصل لهم اسرع احسن من الشرح زي كذا. يلا عافيك حبيبي، مبروك حبيبي، شكرا لعبد.